مساء الخير مشاهدين قناة الصحة والجمال، مشاهدين برنامج دفتر أحوال. حلقة جديدة من برنامج دفتر أحوال في أزمة بنعيشها وأزمات كتيرة عدت على العالم كله، إنما تحديدا في مصر بنواجه أزمات كتيرة، منهم أزمة الكورونا اللي مسيطرة على العالم كله. هي الشغل الشاغل للمجتمع المصري اللي بيتم في كل المجالات، يعني يمكن في عطلة في كل المجالات، قضائية، رياضية، اجتماعية، تقريبا في يعني حظر، إنما هو حظر معنوي أكتر من إنه يبقى حظر مادي على المصريين. فكرة الإعاقة في الحركة وإن إحنا نكون مش عارفين نتواصل مع بعض ونزور بعض، أمور مش متعودين عليها. داخلين على ما يقارب السنة تقريبا، إنما الموجة عالية دلوقتي، أحداث كتير هنتكلم فيها وهنفتح فيها الاتصالات مع المشاهدين. إنما حابب أرحب الأول بضيفي وضيف دفتر أحوال المستشار محمد صادق. مساء الخير عليك. مساء الفل يا حبيبي، أهلا وسهلا. أهلا بيك. إزي حضرتك؟ اللي بيحصل فينا كتير قوي في كورونا، كتير جدا والله. صح؟ والله كتير تعبنا. خلينا نتكلم على الصعيد المهني شوية، يمكن ندخل في لب الأحداث. إنما قبل ما حضرتك تتعمق في الجزئية، حابب أفكر كل مشاهدينا إنه أرقامنا موجودة على الشاشة، برنامج دفتر أحوال لحل القضايا والمشاكل، لحل المشاكل الاجتماعية. أرقامنا على الهواء، صفحة دفتر أحوال بالعربي هي دفتر أحوال للتواصل المباشر طوال الأسبوع. خليني أدخل في الأحداث على طول وأقول لك الصعيد المهني أخبارنا إيه. أخبارنا بسم الله الرحمن الرحيم الأول، وأهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أخبارنا إحنا في موضوع الكورونا ده، الموضوع مؤلم جدا. النهاردة بيصاب عدد لا بأس به، عدد كبير جدا من مجلس النقابة العامة، من أعضاء المجلس العامة، يعني دول البارزين. أزمة. دول البارزين، ما بالك قيادات المجلس نفسه. قيادات المجلس نفسه، إن في ناس كتيرة جدا. النهاردة في أحد الأعضاء في العناية المركزة، وفي زملاء كتير جدا أصبحوا محبوسين في ديارهم. عزل. فالموضوع يا جماعة موضوع خطير جدا، ونتمنى يا رب ان هي تعدي بسرعة وما تعطلناش اكتر من كده، لانه اللي بيصاب او بيكون عنده اشتباه لازم يفرمل، لازم يطفي المكان. ده وداني لسؤال الحلقة النهاردة اللي حابب اطرحه على كل المشاهدين. اولا قبل المشاكل الشخصية، هل المصريين يتعاملون مع كورونا يعني بالقدر الكافي من الحرص والوعي، او في شايفين ان في تهاون شوية؟ عايزين اجابات بنعم او لا، هل نتعامل بشكل جيد او لا لا نتعامل بشكل جيد. ده ودانا للسؤال بتاع الحلقة. انا ممكن اجاوب على السؤال ده. في قطاع كبير جدا فاهم القصة ومر بالتجربة وشاهدها في بدايات الكورونا، فبالتالي هو حريص جدا، هو وزويه يعني، او المحيطين به. انا احد الناس، انا احد الناس الذين اصيبوا بالكورونا في بدايتها. فيعني انا عارف حجم البلاء، مدى الخطوره، حجم البلاء ده، الله اكبر يعني. وكمان بيقولوا انه، ودي ابحاث لسه الله اعلم، ان هو تم تطوير الجين اللي هو الجينات الفيروس، وبالتالي بقى اصبح شراسه في مساله الانتشار. صح. يعني انا اصبت بالكورونا مع على الرغم ان انا كنت واخد بعض الاجراءات الاحترازيه، ولكن برضو كان في شويه اهمال. اللي انا شايفه في السوق المصري او في الحياه العامه، انت تدخل على المواقع السوشيال ميديا تلاقي الدنيا كلها ميته، الدنيا كلها وفيات، الدنيا كلها بتحذر بعضها. تنزل الشارع تلاقي مولد النبي او العيد الاضحى. صح. فزحام ومفيش اي اجراءات احترازيه، خصوصا في المواقع اللي هي فيها زحام زي المحاكم والمستشفيات العامه والمواصلات العامه. الامر جد خطير يا جماعه، واحنا بندعوكم من هنا من عبر منبر الصحه والجمال ان الموضوع بجد خطير. مش معنى ان احنا طالعين ندردش شويه على اساس ان احنا نملى فراغ الهواء، لكن بالفعل احنا النهاردة طالعين عشان نقول يا جماعة لازم تاخدوا بالكم
باجراءات احترازيه للكمام على الاقل. يمكن ده ودانا النهارده لقرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء النهارده تجاه كورونا اللي كل المصريين تقريبا ملمين بيها، وهي يمكن من اهمهم بالنسبه لي، وكانت جزء انا دايما بحاول الح عليه، فكره الغرامه الفوريه لعدم ارتداء الكمامه. انه صرح بانه غرامه فوريه حد ادنى 50 جنيه للي هيكون مش لابس كمامه. بالتالي قرار انا شايفه يعني جه في وقته، لانه الناس كان اكتر تنظيم، ولكن انا معترض على هذا القرار. اتفضل. ليه بقى؟ لان في قطاع كبير جدا معهوش يشتري الكمامه. لا، الكمامه النهارده بقت في المتناول. انا اختلف معاك، الكمامه النهارده بتتوزع والله في الاماكن. لا، احترام لحضرتك، احيانا بيبقى مضطر ان هو يشتريها ب 5 جنيه. لا، هي موجوده في كل فبيشتري قطعه ممكن الاستك بتاعها يتقطع او حاجه زي كده، فبيبقى مضطر يمر من المكان اللي فيه الغرام. انا ما بقولش كده تيسيرا. لا، خليني لا أنا خليني اقول لك انا مع الردع. انا مع الردع. انا مع الردع، لان الموضوع فعلا خطير. لانه انا بحس انه في الاسواق العامه النهارده بقى في تسيب زياده، الناس عندها لا مبالاه، عندها عدم وعي شويه لحد ما. وعايز الفت نظر لحضرتك حاجه كمان، يعني اللي بيصاب في قطاع كبير من اللي بيصاب، المفروض احنا المفروض توعيه نفسيه ومعنويه، ان اللي يصاب ده مش معنى ان انت اصبت يبقى انت لازم تنتقم من المجتمع. يعني في احد المدراء او احد الموظفين يصاب يقول لك لا انا هنزل الشغل اصيب من كل الناس اللي موجوده، بيبقى عنده نوع من النزعه الانتقاميه شويه. بينزل يلف على الادارات وهو عارف ان هو يعني ان هو هينقل الفيروس. وفي ناس تانية بتنكر الاصابه، يفكر ان هو طالما مصاب بالكورونا يبقى الراجل ده بقى وباء ومكروه من الناس. عايز اقول برضو نقطه كمان، معلش انا ممكن اخد اطول من الجزء، احنا لا احنا المفروض اتعلمنا من الدرس. في ناس رمت بعضها من البلكونه، يعني واحد رمى مراته لانها عارف ان هي عندها كورونا فرماها من البلكونه، واللي حرقت بنتها. التصور ده خلاص قله الثقافه. انت مع انه الوعي وانتشار الوعي يا جماعه سبب رئيسي. المرض ليس سبه، ليس سبه، ولكن لازم تكون متصالح مع نفسك وصادق مع نفسك. انت طالما اصبت القصه، على فكره لو احنا صدقنا ان انا مصاب فعلا، يبقى انا في خلال ال 14 يوم المحددين على مستوى التقارير اللي بتطلع من منظمه الصحه العالميه، ان 14 يوم وخلاص انا مش معدي. لو انا اللي التزمت في ال 14 يوم وخدت البروتوكول العلاج هعدي بسلام. خليني اقول واضيف جزئيه، ان معظم الحالات اللي جالها كورونا عدت منها بسلام. ايوه فعلا. فكره الالتزام وتقويه المناعه هي العامل الرئيسي لده. النهارده الموضوع ما بقاش زي زمان او زي بدايه الكورونا ان هو وصمه عار او ان هو انت ما جالكش الايدز يعني. بالظبط. انت جالك دور برد شديد شويه، خلينا نكون اصح في التعبير على الكورونا، لانها بقت فزاعه شويه عند الناس. اننا احنا شايفين في المجتمعات اللي حوالينا كلها فنيا ورياضيا وكل القطاعات كله بيصاب دلوقتي، كتير قوي بيصابوا وكتير بيتعافوا الموضوع الحمد لله. انما الفكره دايما اللي بنخاف منه كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، هم دول الاهم. ده وداني الجزء المصل ونزول المصل على في جزئيه تانية برضه قبل المصل. انا اول ما اصبت بالكورونا ورحت احد المستشفيات العامه اللي هي البلاش دي، جمله واحده قالها لي الدكتور لسه بترن في صداها في اذني، ان لما انا قلت له وعرضت عليه التحليل والاشعه، قال لي انت عندك كورونا من الدرجه الثالثه، يعني مصاب اصابه شرسه. فقلت له يا دكتور في خطوره؟ قال لي لازم اهتمام، لازم الاهتمام. وانك تاخد الادويه في مواعيدها، وانك انت تحافظ على نفسك، ما تخرجش، لا تبذل مجهود ولا تحتك بحد ولا ولا ولا. فكل ده التزمت بيه حرفيا كاني داخل امتحن فيه. صح، يعني هو الازمه عدت، ودتني ما حك جلدك مثل ظفر. بالظبط. لكن انت الاكثر حفاظا على نفسك. بالظبط. في ناس تانية بيصاب وما بيصدقش وبيقعد يتنقل ما بين الاطباء، بيقعد يتنقل، يروح بطنه وبعد شويه يروح صدر، بعد شويه يروح قلب، بعد شويه وما بيلتزمش باي نوع من انواع، مش مصدق ان هو مصاب، لغايه ما بتتضاعف الامور عنده لدرجه فاحشه جدا، ما عادش خلاص يتدارك، بيغرق، يعني بيحصل له حاله اغراق وبيتوفى الله. فيقول لك حالات الوفيات كتير، حالات الوفيات كتير من الاهمال. على الرغم القصه ليست
ماديه فين؟ لا لا ملهاش علاقه بالماديات لانه البروتوكول حتى في متناول اليد اثري وغني ومش واثق في الدكتور بتاعه. يقول لك لا اجيب دكتور تاني. خد بالك هي المساله في الاول وفي الاخر استاذ محمد قدريات. بالظبط هي قدريات. فكره موتك بالفيروس من عدمه هي فكره قدريات، انما هو المبدا العام هو الحفاظ على النفس. بالظبط. وعدم الاهمال فيها. ما ربنا بيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. صح. انا ما اروحش اماكن فيها اشتباه الفيروس واعمل فيها بطل. صح. لازم اعمل احتياطاتي ولازم اكون على قدر المسؤوليه. طب خليني اسالك بقى في الصعيد العمل ونروح لمشاهدينا لمشاكلهم والقضاياهم، مأثره عليك سلبا في الواقع العملي الكورونا وتبعياتها؟ والله انا بشوف بعض المحاكم بتبقى ملتزمه جدا زي المحكمه الاقتصاديه مثلا، في ومحاكم الجنايات بيبقى في التزام، الجمهور بيبقى محدود، الحضور محدود، كم القضايا محدود، فبالتالي بنبقى بنشتغل باريحيه، لابسين الكمامه والكحول وقاعدين مرتاحين وبناخد وضعنا في شغلنا. على صعيد اخر في اماكن ما بينفعش فيها الترتيب ولا التنظيم زي محاكم الاسره. ما هو ده اللي عايز يعني يمكن السؤال ده ان انا بطالب بإلغائها وهدمها اصلا كلها يعني. انما كنت عايز اروح لده، مصالح ناس كتير في محاكم الاسره متعطله. هي الناس مضطره تروح. يعني عندنا محكمة زي محكمة زنانيري مثلا سيئة السمعة في الزحام. في الزحام. يعني وكتكات المحكمة. كل محاكم الأسرة في مصر كلها. كل محاكم الأسرة بنفس الاسطمبة ونفس الضغوط ونفس لما يكون قضية وراثات فيها متوفى واحد بيدخل حوالي 4 أو 5 أو 6 قدام قاضي. فقضية وراثات ممكن تخلص عن طريق الإداريين. تمام. ليه قاضي ينظرها؟ ليه قاضي ينظرها؟ يعني انا مش فاهمها القصه دي. فيعني اللي بيعمل التكدس، اكبر تكدس في المحاكم الوراثات. الوفيات ورايحين يعملوا الام وراثه وضغوط وزحام، ومن هنا بتحصل المشكله. احنا عايزين بس شويه تنظيم. فكره شوية الثقافه. تنظيم. انا لا اطالب بتعطيل العمل. يعني لا يجوز لانه حصل وجربنا وتشلينا. تشلينا. شلت يعني الحركه. في شلل كامل وفي اسر يعني انهارت ماديا. صح. في الفتره دي. فانا لا اطالب الدوله ولا اطالب الحكومه بوقف العمل. صح. تنظيم. انا شايف ان الدوله بتشتغل على قدم وساق في الجزئيه دي، يمكن حتى مجلس الوزراء دايما وزاره الصحه متابعه اول باول ومش عايزه تقفل، يمكن هي حاسه بالواقع والعاطق المادي المهول على المواطن ومش عايزه تقفل. ما ينفعش تقفل. وامر طبيعي جدا. انما بتحاول جاهده انها تلغي كل التجمعات، يمكن حتى النهارده من قرارات مجلس الوزراء لو الناس مش متابعه الغاء حفلات راس السنه والتجمعات وغلق قاعات الافراح. يعني وغلق دار المناسبات للعزاء يعني كل التجمعات الدوله وقفت ضدها. الدولة بتحارب ده انما المهملين كتير. بالظبط بالظبط. انا النهارده واحنا داخل محكمة التجمع الخامس مثلا اللي واقفين بره، يا استاذ الكمامة طب حاضر انا هجيب بس من مش عارف ايه. فالعسكري اللي واقف معذور هيمسك كل واحد يعضه او يديله كمامة من جيبه. فالجمهور نفسه مهما عليت مستوياته برضه. صح. يعني الثقافة مالهاش علاقة. الثقافة مالهاش علاقة بالماديات. انت بتكلمني ازاي؟ انت مش عارف انا مين؟ الثقافة والوعي دايما ما بقرنهمش بالمادة. يا اخي انا خايف على صحتك انت، انا خايف على صحتك انت. انت داخل في وسط جمهور، يعني انت المفروض تكون احرص مني على صحتك. على صحتك. لا هو داخل بقى ايه الكمامة هتبقى شكلها وحش على البرستيج بتاعه. صح. فلا خلينا نروح لحتة تانية. وهي برضو لانه جالنا على الصفحه على صفحه دفتر احوال من هذا القبيل جزء كبير جدا بيشتكي من تجمعات وكافيهات فاتحه الى بعد المواعيد الرسميه، شاش بتشتغل، اختراقات كتير. بنحاول نقف ضد ده وبنبلغ المسؤولين، انما انا بعلن دلوقتي لكل المشاهدين دفتر احوال وبقول لهم ابعتوا لنا بدون تردد. شايفين مكان مفتوح اي محافظه في اي نجع بيخترق المواعيد، في تجمعات، في شيش، في كل الاختراقات اللي تاثر على السلامه، ابعتوا لنا واحنا هنتصرف.
هنتصرف باسم البرنامج وهنقدر نتواصل. لو انت خايف تبلغ لان هم هيعرفوا مين اللي بلغ، بنقول لك من هنا احنا المسؤولين، المسؤولين على الحفاظ عليك. رسالة الاعلام المفروض تكون عند كل مقدمي البرامج والمذيعين هي الرسالة السامية ان يكون في حلقة وصل ما بين المواطن وما بين المسؤول في الدولة. فبنقول لكم من دلوقتي ابعتوا لنا وما تقلقوش، واكيد ده في واقع الاسرار عندنا، اي حد هيبعت لنا المكان محدد وموصوف في المحافظة وفي النجع وفي القرية في الحي في اي مكان هنقدر نتواصل، ومش هنعلن كمان عن اسم مقدم الشكوى دي، لان ده جزء كتير جالنا في الشكاوى على صفحة دفتر احوال. ارجع تاني الاستاذ محمد صادق المحامي بالنقد، واقول لك من اغرب القضايا اللي جات لك في خصوص الكورونا. والله من اغرب القضايا ان كانت في الاول يعني، بس لسه احنا لا نتمنى ان هي تعاد المره دي، ان يكتشف ان واحد يكتشف ان زوجته مصابه يرميها من الدور الخامس. يعني انت ايه الجنون ده؟ انا واحد من الناس لما اصبت زوجتي ما خافتش لحظه، يعني زوجتي ما خافتش لحظه، وقفت معايا قلت لها يا بنت الحلال طب انزلي روحي بيتكو او اقعدي سيبيني انا لوحدي. اغلقت علينا الباب لمده شهر متكامل او شهر ونص متكامل. في فرق انها تتعامل بحرص من انها تهمل، ما خشيتش ان هي تصاب، واخد بال حضرتك، وعلى طول تطمن وتيجي تفكرني وتذكرني بالادويه. فالرحمه شويه يعني، احنا نرحم بعض يعني. الفكره اللي بيصاب ده مش بايده، ومش معنى ان هو بقى مصاب يبقى انت خلاص تطرده او تغرقه او تموته او تدفنه بالحياه. في ناس بقت ترمي اهاليها بره، صح، اللي رمى ابوه اللي رمى امه، ده لدرجه يا راجل ان واحد امه ماتت في العنايه المركزه بالكورونا، رفض يستلمها خايف، يقول لك لا انا هدفع اي حاجه وروح ادفنوها انتوا بمعرفتكم. ايه الجحود ده؟ برضه فكره يعني، برضه هنرجع نقول تاني، هي نفس المطلب اللي بنطالب بيه، الوعي والثقافه عند الناس انه ده وباء عالمي، انما من الحمد لله انه من السهل برضو السيطرة عليه، مش وباء خارق لدرجة البعد والخوف والفزع. في ناس ما بيجيلهاش يا استاذ ابراهيم، يعني في ناس وناس بيجيلها وبيعدي مرور الكرام، بيعدي مرور الكرام يعني، وكأنه دور برد عادي جدا بالظبط. وفي ناس يعني سبحان الله، اللي بيهمل عن قصد، اللي بيهمل عن قصد وعارف ده بيبقى مشكلته كبيرة جدا وبيموت، ومنهم اطباء اعرفهم شخصيا. خلينا يعني ناخد اتصال. ايه يا عم مفيش حاجه اسمها كورونا، ده انت دكتور من اكتر الناس اللي جالهم وهم ده انت طبيب. خليني اخد اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف بيك الاول. طيب بالصحه والسلام يا رب. بقول لحضرتك انا كان عندي انا بيت، وبس كنت عامله جامعه تحت في الدور الارضي، فكان لسه يعني الجوز عامل عمليه بدر والكلام من دوت. فالمهم يعني ايه، كان في فتحه من بره الشارع، فكانوا بييجوا الناس يقولوا لي ايه اقفل الحته دي عشان في مخدرات، في مخدرات. هو من منطقه عندنا في مخدرات ماليه مؤسسه الزكاه دي كلها، وعندنا تمام. يعني عندنا واحد على النص هنا بيبيع مخدرات وعامل المقشات والحاجات دي في مستودع. فرحنا بلغنا في الاسم وعملنا وسوينا هنا وهنا، ومحدش رد علينا ولا حد سأل فيني. طيب انت شكوتك من انه المنطقه اللي عندك فيها تجار المخدرات يعني؟ هي مؤسسه الزكاه الحوض الطويل شارع الجبلايه. طيب. بتفرع من مسجد الجوزه. خليني هاخد، هو واحد اسمه محمد سمكه، والناس اللي حواليه يعني ناس يعني. حاضر. هطلب منك بس طلب، سيب لنا الرقم من فضلك. ده بلغ على الهواء. من فضلك زمايلنا في الكنترول ياخدوا رقم الحاجه اللي لسه ما قالتلناش حتى اسمها، واحنا هنتابع مع حضرتك وهنعرف وهناخد منك استفسارات اكتر عن الوضع، لان احنا هنقدم بلاغ بده وهنشوف في الدايره ان صح من عدمه باذن الله. برضو ازمه.
يعني يمكن هي أزمة، البطالة. وأنا يعني أنا حريص عليها إن هي بلغت على الهوا كده، كويس إن ما قالتش اسمها. لأنه حصل جريمة كبيرة جدا بسبب بلاغ أحد السيدات إن جيرانها أو في الشارع بيتاجروا في المخدرات، طلعوا وموتوا في البيت يعني. فلا كوني حريصة شوية عن كده، لأن هي على سجيتها شوية. الفئة دي يعني صعبة جدا في رد فعلها يعني. ونتمنى من وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات سريعة في هنتابع بإذن الله والعنوان يتقال على الهواء يعني. الموضوع أكثر مع القائمين في وزارة الداخلية على المنطقة اللي ساكنة فيها. مرجوعي تاني لكورونا، هي شغل الشاغل يعني، هي صوت الكورونا يعلو فوق صوت العمل في العالم صوت كله، كل حاجة يعني. هي بشوية التزام وشوية حرص الموضوع هيعدي بسلام وأمان. وأنا بطالب من الناس الرحمة والرأفة، وإن ما نمنش على بعض يعني. كمان يعني أنت عندك كورونا، ده كويس إن احنا صابرين عليك ومقعدينك معانا. صح. بعض الجيران يقول لك لا، ده محمد صادق في الدور الرابع عنده كورونا، لازم يطرد من الشقة بتاعته. لازم بتوصل في المجتمعات لكده بالفعل. في المجتمعات الضيقة. انا جالي رسالة ايام ما كنت عندي كورونا، انت راجل مجنون اللي معادك في وسطنا ايه؟ اطلع بره. لولا العقلاء قالوا لهم الراجل قاعد في اوضته مالكوش علاقة بيه طالما ما بيحتاجش. النهارده اظن كل بيت مصري فيه حد في حالة كورونا. طبعا انا حتى مثلا لما كنت انزل اعمل فحص ولا اروح لدكتور بلبس 2-3 كمامه ومعايا الكحول، وابقى حريص جدا ان حتى ما تنفسش نفس عميق وانا نازل على السلم حرصا على جيراني. طبعا برضو انا دي دعوه مني ان انا انت كمصاب ما تمشيش، انا اسف يعني، تقعد تبصق على الارض وترمي مناديلك على الارض، لان في اطفال بتلعب ممكن ينقل الفيروس لواحد كبير نايم في البيت يقضي عليه يموته. صح. ولكن برضو المساله نسبيه وايه، وفيها نسبه وتناسب. الجار ما تترعبش من جارك، بالعكس خدمه. انا انت مصاب انا مصاب، اقفل على نفسي. انت كالجار ربنا وسع على سابع جار، بتطلع وتخبط يا جماعه انا عامل لكم فطار النهارده، سيبه على الارض وخبط وسيبه وامشي. محتاج ادويه ايه؟ هسيب لك الفلوس بالظرف بالادويه المطلوبه بالكفوف تاخدها يعني تعمل ايه؟ رساله الاستاذ محمد صادق يوصلها، وهي دي جزئيه مهمه جدا جدا. نرعى بعض ولا ايه؟ بتهيألي افضل وقت لفعل الخير هي الوقت اللي احنا فيه ده، هي الازمه اللي احنا فيها، لانه الشدائد هي اللي بتبين المواقف وبتبين الناس والخامات والمعادن الطيبه في الناس. مش لازم يجي لي موسم معين زي شهر رمضان علشان اعمل مائدة رحمن، او يجي لي مناسبه عيد علشان اوزع شنط او اوزع فلوس. انا شايف ان الوقت ده المصريين محتاجين بعض جدا، تضامن محتاجين ورعاية. بعض جدا طبعا محتاجين ان هم يمنوا على بعض ويحافظوا على بعض ويخافوا على بعض ماديا ومعنويا. قول لي حالات التعامل في القاعات في المحاكم شكلها عامل ازاي؟ بعض المحاكم القضاء بتبقى حازمه جدا. ما يرضاش يطلع من المداوله عشان يقعد في القاعه لما الكل يكون لابس كمامه وفي تباعد وفي عدد معين يكون قاعد في القاعه. تمام. ولكن في قاعات تانية بيبقى الضغط عادي، زحام قوي جدا، فما بتقدرش تسيطر عليها. وانا من هنا برضو انا فكره الحبس الاحتياطي يا استاذ ابراهيم كويس جدا ان ده وداني لجزئيه، انا كنت هسالك على جزئيه في هذا الموضوع. حبس الاحتياطي في الجنائي. تعالى هنا مثلا في اكتوبر، محكمه اكتوبر عباره عن شقق صغيره جدا. تمام. الحبس الاحتياطي في اكتوبر 4 أو 5 اقسام، اسم اول وثاني وزي كذا. تمام. دوائر. فتتلاقي العربيات الدوريات بتاعه المحبوسين او الحبس الاحتياطي جايبين بال40 وبال50 وبال100 واحد في قفص متر في متر. ده اللي كنت اسالك عليه. في سؤال بقى، احنا سمعنا دي مسؤوليه مين؟ ما انا ده اللي عايز اسالك. احنا سمعنا انه بيتم التجديد دلوقتي للمحبوسين عبر الكونفرنس فيديو كونفرنس. ده في السياسيين شغال دلوقتي، شغال بالفعل. ليه بقى؟ لان حجم القضايا كبيره جدا، وفي قضايا بيوصل فيها 400 متهم. تمام. فصعب الانتقال يعني، صعب النقل، تودي وترجع. فيديو كونفرنس كويس جدا، ولكن برضه هو ما ينفعش في كل المحاكم؟ لا
ما تفعلش في كل المحاكم، في بعض المحاكم المجهزه والمهيئه، في محاكم لا تصلح تتجهز للفيديو كونفرنس خالص، يعني المداولات صغيره عشان تدخل تترافع والفيديو كونفرنس يوصل هناك، او التقنيات الموجوده هي الفكره. صح. بتكون بس انا صح. انا اظن واللي وصلني كمعلومه انت تصححها لي من عدمها، هي انه تجديد الحبس فقط، انه اعتبار المتهم موجود. انا عايز اقول حاجه ثانيه. احنا ليه احنا بندرس القوانين وبنعمل بحوث وبحوث دكتوراه وابحاث دكتوراه، وفي الاخر حبيسه الادراج في اوروبا وفرنسا مساله الحبس الاحتياطي في بدائل، عملوا حاجه ظريفه جدا، وممكن لو مصر خدت بيها عبر هذا المنبر حاجه اسمها الغويشه الالكترونيه. انت خايف ان محمد صادق كمتهم يهرب، الغويشه دي صعب جدا انك انت تفكها من ايد المتهم، وبيفضل بتبقى تحت المراقبه، بس برضو محتاجه تقنيه، والتقنيه محتاجه عماله، والعماله محتاجه قوه تنفيذيه. فالفكره انك انت لازم تخرج بره الصندوق عشان تشوف بديل حبس الاحتياطي. انت عندك ازمه كورونا دي النهارده، انت بقى عندك كوزاره الداخليه ووزاره العدل ومجلس القضاء، انتوا عندكم حمل تقيل دلوقتي على كتافكم. الناس المحبوسه دي لو واحد منهم جاله فيروس كورونا، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هتحصل حالات وفيات بالجمله في الداخل. مين المسؤول؟ هيقول لك انا مالي، انا اعمل ايه؟ هي الدوله بتشتغل بالفعل غصب عنها يعني، وشايل عاطق رهيب. ولكن في جرائم يا استاذ ابراهيم، في جرائم ما بتستاهلش الحبس الاحتياطي. البديل الحبس الاحتياطي كالكفاله مثلا، الضمان المالي، التدابير الاحترازيه، الرقابه الالكترونيه زي ما قلت لحضرتك، اللي هي الغويشه الالكترونيه اللي بتتثبت في ايد المتهم. في متهمين كتير نفسياتهم بتقول انا عايز اخلص من القضيه، مش ههرب، مش هسافر. انت عندك حدود قويه جدا، صعب ان المتهم بتاعك يخرج بره. هي بس هي تصلح في بعض القضايا وبعض القضايا لا، او بعض المجرمين وبعض انا مع حضرتك أنا مع حضرتك، إنما قصدك تخفف من الحمل شوية. والله الموضوع ده موضوع الحبس الاحتياطي، وإنك أنت يعني ممكن أنا طرقت في ذهني حاجة تانية، ازدواجية العقاب، ازدواجية العقوبة. أنا واحد ممكن أفضل محبوس بالسنة والسنتين في حبس احتياطي، وفي الآخر لما القضية تتنظر موضوعًا هتلاقيني خرجت براءة. أنا ذنبي في رقبة مين؟ كمحبوس احتياطي. وهو في القانون بيعوض ده. بيجي القاضي قدامه قضيه قد كده، مع القاضي الجزئي معذور، القاضي قاضي التجديدات قاضي المعارضات معذور، قدامه 2000 قضيه بينظرهم موضوعي براءه او ادانه، وبيجي له في اخر اليوم اشوف المحابيس هتسمع محمد صادق وبيترافع في بطلان في انتفاء مبررات حبسه وغيره، والراجل ده مظلوم وكذا، ولا هيجي في ذهنه، هيقول لك تجديد على الورق وبقى على السلامه. الفكرة موضوع حبس الاحتياطي ده أزمة جامدة جدا جدا جدا، وعلى فكرة إرهاق للخزانة العامة، إرهاق. أنت عندك محابيس عمال تأكلهم وتشربهم ومسؤول عنهم صحيا وبدنيا، والضغط النفسي. أنا عايز أقول لك إن المصروف المسجون، يمكن لما تواصلنا مع مئات الألوف السجون، مئات الألوف المصروف اللي الناس مستهونة بإنه المسجون مصاريفه مثلا تكون قليله، لا ده رقم شهري خيالي وسنوي خيالي، مش بس كده على عاتق وزاره الداخليه. عندك تنظيم السكون من الداخل وتقسيم المجرمين بالظبط وتصنيفهم، الموضوع مرهق جدا جدا جدا، وفي الاخر تنظيميا واداريا، وفي الاخر تلاقي القضيه طلعت براءه، يبقى كان لازمته ايه كل المصاريف دي؟ ما انا معلش برضه، يبقى لازم يبقى في نفكر بره الصندوق، زي ما عملوا مكاتب التسويات اللي في محاكم الاسره وفي الوزارات اللي ما لهاش اي 30 لازمه. بس تنكر انه بيتم دلوقتي التجديد والدخول في اطار، يمكن حتى بنعلن كل المشاهدين ومشاهدين دفتر احوال تحديدا المهتمين بهذا الشق، انه تم التطوير في معظم المحاكم بانه القيد الكترونيا، وانه الدعاوى دلوقتي النهارده ماشي. احنا ماشيين صح، الدوله ماشيه على خطه، الدوله ماشيه خريطة جديدة، فكرة المكتب الأمامي وإنك أنت تتعامل مع شباك واحد تسهيل. في القضاء المدني أنا بتكلم في القضاء الجنائي التيسير المدني حلو جدا. تعال لنا في الجنائي بقى، إيه التطور اللي حصل في الجنائي؟ الفيديو كونفرنس اللي حصل ولسه تحت التجربة والاختبار. طيب هل في بدائل نفذت بالفعل؟ أنا عندي قانون 2003 المعدل بتاع بدائل الحبس الاحتياطي،
نصوص مواد جامده لا تطبق الا نادرا عند لما يكون قاضي عنده جراه في في ان هو يختار بديل من البدائل الحبس الاحتياطي ويقول لك تعالى تدابير احترازيه. لكن انا عايز ارفع من على كاهل الدوله الحمل ده. هات لي عناصر في المحاكم الجزئيه بعد النيابات بعد ما تستوفى التحقيقات وتتقفل خالص تحريات وتقارير الطب المعمل الجنائي. احيانا قضيه مخدرات يفضل محبوس فيها بالست شهور على ما يورد التقرير الطب الشرعي مع الادله الجنائيه، تلاقي فيه بودره تلك او دقيق مكان الهيروين ايا كان الوضع. ايا كان، فانت حبست واحد سنتين اهو او ست شهور او ايا مكان، ارهق الخزانه، ما هو عمال يصرف بياكل ويشرب من جيبك، بيجيب منين؟ وحراسات وامور كتيره. فانت في الاخر وفي الاخر المحضر بتحفظ الا وجه الاقامه الدعوه الجنائيه. قضايا كتير في قضايا كتير، بس احنا ماشيين على النهج وعلى الطريق، اظن ان احنا حاطين رجلينا. انا بقول الكلام ده ليه؟ ولولا الكورونا اللي جت وقفت امور كتير. انا بقول عشان موضوع الكورونا خففوا شويه من على كاهل الدوله ومن على كاهل المواطن برضو. ما هو انا لما واحد لما اسره بسيطه يتمسك لها طفل او ولد او شاب او راجل او ايا كان من عناصر الاسره بيتحبس في جنايه مخدرات او بيتحبس في اي جنايه من الجنايات، ما ده عائل للاسره. مش بس العائل ده، هو بيرهق البيت ده. انا جيت لواحده بايع اوضه نومها عشان تصرف على تجديدات الحبس بتاع جوزها، وفي الاخر اخد شهر كان نفذه اصلا في التجديدات في الحبس الاحتياطي وخرج، فضل سنه محبوس. الفكره محتاجه شويه يعني جرأة، وانا بشيد باللي بيعمله حمادة بيه الصاوي، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، راجل في منتهى الذكاء. انا ما شفتش اكثر من كده حفاظا على المواطن. الراجل ده عامل طفرة في النيابة، طفرة انا بشيد بيه. يعني الراجل ده يعتبر من النواب اللي جم عملوا طفرة صريحة وحقيقية، مش كلام على الورق. رغم ان الدولة فيها يمكن النهاردة بقى يدير الرأي العام ويثير الرأي العام مواقع التواصل الاجتماعي، وادى الجرأة لاعضاء النيابة في شغلهم، لا خليك قوي وادي قرار بقى له وجه، قرار بالحفظ اشتغل، ما تبقاش قاعد صورة زي زمان كانوا بيخافوا اعضاء النيابة. صح، يقول لك لا تخلي الاعضاء وشغل النهاردة كل اجهزة الدولة بتشتغل بصرامة، بتشتغل يمكن التوجيهات جاية اداريا من فوق، لانه يعني لما تكون المؤسسة الرئاسية فيها حزم وربط بالتالي بتلاقي كل المؤسسات التابعة ماشية على نفس النهج بالظبط. بس في برضو جزئية أنا بلاحظها في الشغل في الجنائي، في قضايا أنا يعني ودي تعتبر شكوى مني للنائب العام، إن في قضايا بتبقى حبيسة أدراج النيابات بالأربع والخمس سنوات. طيب وفي الآخر بيطلع وبيحال المتهم بعد ما يكون استقر مركزه القانوني، يطلع يحال قدام محكمة الجنايات بعد خمس سنين. القضية ليه محبوسة في الدرج خمس سنين؟ واخد بال حضرتك؟ في نص في مادة 97 من الدستور، وتعمل الدولة على سرعة الفصل في القضايا. طب هل في جزاء على النيابة في انها ما تحلش الجناية؟ مفيش جزاء البطلان. طب ايه المبرر؟ فانا ده يعتبر بلاغ لحمادة بيه الصاوي المستشار النائب العام، ان القضايا القديمه بعد ما استقرت المراكز القانونيه ما تحركهاش. خليني برضو اكون يعني المفروض يبقى في تعليمات متوازن. انا خليني اكون متوازن برضو. انا معاك في محاوله سرعه الفصل في القضايا، انما حجم القضايا اللي انا مع حضرتك كتير. ما انا مع حضرتك. خليني كمان تحط في الاعتبار فتره الست شهور الاولى من احداث كورونا اللي وقفت الاحداث. ما عنديش مانع ولا غضاضه، دي خزنت. انا المتهم اللي بحكي، انا المثال اللي عندي. انت عندك مثال واحد. المثال اللي عندي وامثله كتير. المثال اللي عندي المتهم فضل محبوس سبع شهور وخرج، وفي بدايه التحقيقات في 2015 احيلت الدعوه. امتى؟ في نهايات 2019. يمكن دي واقعه يمكن يعني عند حضرتك، انما في وقائع كتير. القضيه ما كانتش مستاهله ان هي تحال للمحكمه. انا اتفق معاك في مثالك وفي الواقع عندك. فانا عايز جرأة من اعضاء النيابة ان القضية خلاص ادمت بالشكل ده، يبحث وضع المتهم ايه، هل معتادي الاجرام، هل ارتكب جرائم مشابهة، ولا مركزه استقر. احد المتهمين يا استاذ ابراهيم
احد المتهمين جالي برنس، رئيس مجلس اداره، برستيج، وضع كان انزلق انزلاقه خفيفه كده في القضيه، في احد القضايا، والقضيه فضلت 7-8 سنين تتحقق. لما جيت اترافعت، اترافعت من الجزئيه دي، المجتمع نسي اثار الجريمه ومبررات الانقضاء موجوده. الراجل ده مركزه قد ايه؟ اداله براءه، ما اتكلمناش في موضوع الدعوه خالص. انا بقى عايز ده من النيابه، من النيابه نفسها، لا ترهق القضاء. انت شفت القضيه اتاخرت عندك في الدرج، تعال هات محمد صادق المتهم ده، شوفوا اخباره ايه، هل المجتمع ما زال قبله في المجتمع بيشتغل زي ما هو محامي، ولا ما ولا خلاص انزلق في الاجرام. انزلق في الاجرام، تعال بقى ده ننزله، ننزله قدام المحكمه. فهي دي الفكره، هي دي الفكره. بس يمكن انا مشفق على النيابه يعني. طبعا طبعا انا مشفق على القضاء وعلى النيابه من كثره القضايا المتداوله بالزبط. امامهم والعامل النفسي من الضغوط العصبيه اللي موجوده طوال ايام الاسبوع من نظرها والتحقيق فيها واصدار احكام فيها. انما خليني اروح برضو علشان مشاهدين دفتر احوال ما يكونش الموضوع يعني منغلق على القضايا وعلى على النيابات، انما خليني اروح كمان للوزارات الخدميه زي وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره القوى العامله وصرف الاعانه للعماله الغير منتظمه وهي مستمره وتم فتح التقديم فيها مره اخرى للمواطنين اللي ما عندهمش عماله او ما عندهمش مصدر رزق او قعدوا بسبب احداث كورونا وفقدوا مصدر دخلهم. عاتق رهيب وزاره التضامن ووزاره القوى العامله بتشيله، ارقام مليارات شهريه كلها من الخزانه العامه للدوله. تمام. مؤسسات كتير بتشتغل، رايك ايه في انه في حالات كمان بيتقدم وهي تعمل؟ لا ده يعتبر يعني بياخد حاجه مش في حقه. يعني عقوبته تكون ايه في القانون؟ وده لما بيكتشف بيسترد منه. بتسترد؟ الوزاره بتسترد منه المبالغ دي، واذا كان مستحق معاش او حاجه تانية بيتخصم منه الكلام ده. لكن مفيش عقوبه جنائيه، مفيش عقوبه، يعني ما يعدش ده مبدد، ما يعتبرش تبديد، هو يعتبر اختلاس. بتقولوها ايه انتوا في القانون؟ ممكن يعتبر يعني هو ممكن يتسمى احتيال، ان هو احتال على الدوله، لكن مفيش نص عقوبي عقابي. هو تقدم مستندات والمستندات قبلت، لكن اكتشفوا ان هو اصلا سري، يعني يعتبر نصب على البلد. نصب. فبيكتفوا ان هم بيستردوا منه المبالغ اللي هو حصلها من البلد بدون وجع حق. خلينا نوجه رساله لكل المواطنين المصريين الشرفاء في الجزئيه دي، انه ما عندكش مصدر رزق قدم. هنحط على صفحه دفتر احوال الموقع الرسمي لوزاره التضامن ولوزاره القوى العامله للتقديم للعماله الغير منتظمه والاعانه الشهريه اللي بتقدم منها اذا ما عندكش مصدر رزق. انما اذا عندك اقف لحد المرحله دي وسيب غيرك يستحق انه ياخد، لانه هو محتاج اكتر منك. بفكر كل مشاهدين دفتر احوال، صفحه دفتر احوال بالعربي على الفيسبوك هي دفتر احوال، ارقامنا موجوده. سؤالنا وسؤال الحلقه النهارده، هل يتعامل المصريين بوعي مع كورونا ام لا؟ ارجع تاني للمستشار محمد صادق، وهدخل لجزئيات مهمه جدا في احداث الكورونا وتعامل المؤسسات معاها. بس خليني الاول اخد اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير، اتشرف بيك الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاصم حضرتك. اشرف منين؟ من يا حضرتك؟ منورنا الاول ومسهرينك. الله يبارك فيك، انا بشكركم على البرنامج الجميل بتاعكم. ربنا يخليك يا رب. عايز اسالك يا استاذ اشرف، المصريين بيتعاملوا بوعي مع كورونا ولا لا؟ بيتعاملوا طبعا. انت شايف ان في وعي كامل عندك في المنيا؟ في طبعا، بيتعاملوا طبعا. يعني بتلبس الكمامه وانت نازل وكل الاجراءات الاحترازيه بتمارسها؟ المواصلات وكل حاجه والله بنتعامل بالاحترام. طب الحمد لله. يمكن بعض المحافظات. انا عندي سؤال. اتفضل يا حبيبي. عندي سؤال. اتفضل. اتكلم على نقطه العماله غير منتظمه. اتفضل.
دلوقتي انا ما باخدش اي حاجه وما واجهتليش ولا انا ولا اخواتي ولا اي حد خالص. قدمت بالفعل ولا لا؟ قدمت طيب مره واثنين. جه الرد ايه؟ لا استحق. لو في بحث ولا في اي حاجه هنستحق، بس ما فيش خالص. ما يعني جالك الرد لا يستحق فقط بدون سبب؟ ما فيش اي حاجه عنده ولا تامينات ولا اي حاجه. طب خلينا نعرف لك السبب، ابعت لنا بس على صفحة دفتر أحوال، ابعت لنا الرقم القومي وهنعرف سبب الرفض ايه بإذن الله. معايا؟ يمكن كل المشاهدين، يعني الرسالة دي مش للأستاذ أشرف بن المنيا فقط، كل مشاهدين دفتر أحوال، أي حد جاله رفض أو إيقاف للعمالة الغير منتظمة يقدر يبعت لنا على صفحة دفتر أحوال الرقم القومي، الاسم بالكامل والرقم القومي، ونقدر نعرف ونتواصل، لانه في موقع خاص بالوزاره بيبين اسباب الرفض واسباب الوقف واسباب القطع المؤقت للمعاش او لصرف الاعانه للعماله الغير منتظمه. نقدر نعرف مع بعض ونقدر نساعد بعض اكتر. ارجع للمستشار محمد صادق مره تانيه واقول تعامل المؤسسات والهيئات مع كورونا. العمالة بقت تنزل بشكل كامل ولا على جزئين زي ما سمعنا؟ لا، في يعني في بعض المؤسسات بدأت تختزل عدد الموظفين فيها. ولفت نظر لحاجة مهمة جدا عايز اتكلم فيها. اتفضل. الايام دي، ايام اللي فاتت دي، كان في رجال اعمال جدا كتير جدا بيدعموا موضوع الانتخابات ومجلس النواب وبيصرفوا ببذخ. يعني في مستشفيات خاصة اللي هي المستشفيات العامة الحكومية متهالكة. يعني انت ممكن تعبت من كتر الضغط عليها في الظروف دي ده اكتر وقت. انت لو كنت، يعني انت راجل اعمال، لو هتكلف نفسك يعني مبلغ صغير كده، لو كل واحد صغير كده وراح وجهه لمستشفى حكومي، لان في ناس غلابة يا استاذ ابراهيم. صح. في واحد معهوش تمن البروتوكول العلاج. صح. يعني فبيروح المستشفى العام. صح. ما بيلاقيش، لا بيلاقي دكتور مواظب ولا بيلاقي حاجه، يعني حتى السرنجه بيقولوا روح اشتريها. فده هيعمل ايه داخل بين الاربع حيطان دول؟ يمكن دي رساله بنوجهها مش بس للمرشحين او النواب مجلس الشعب يا جماعه في دوائرهم، انما لكل راجل قادر على المساعده. المستشفيات دي روح اتبرع عيني، ما تديش فلوس لحد، روح هات حد يعمل الحمامات. يعني انا دخلت احد المستشفيات بدون ذكرها، يعني بكيت كتير متهالكه من الضغط ومن الضغط المادي على الوزاره وزاره الجهاز الصحه. الضغط مقطع. الجهاز رسم القلب ما بيشتغلش، ودم على الارض، ومفيش عماله. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اسمها طوارئ دي؟ دي اللي يدخل هنا مفقود. ففي بعض المستشفيات ما بعممش، فعلا محتاجه نظره رجل اعمال. ما بنقولش الدولة، لأن الدولة خلاص تعبت. تعبت من كتر وارهقت صحيا. انت رجل اعمال ومحبوب في منطقتك وعايز تقدم، قدم من خلال المستشفى العام. جه الوقت. ما تروحش تدعم مستشفى خاص، المستشفيات الخاصة دي استثماري. صح. لكن انا بقول لك المستشفيات الخاصة العامة خبط عليها وروح هناك، هتلاقي في ناس لا يسألون الناس الحافة، شكلهم هم داخلين من باب المستشفى شبه الاغنياء، شبه الأغنية، لكن معهوش يشتري سرنجة من هم 3 جنيه. فيعني المستشفيات، أنا عايد تاني وتالت ورابع، المستشفيات العامة يا جماعة نظرة ليها في الظروف دي بالذات. جه الوقت، ويمكن رسالة مهمة جدا في نهاية لقائنا يعني مع المستشار محمد صادق، رسالة مهمة جدا بيوجهها لكل الدوائر وكل رجال الأعمال بالدوائر وكل النواب مجلس الشعب. ما تتبرعش المسجد، روح اتبرع للمستشفى قبل الانعقاد. انا بقول اهو، ما تتبرعش المسجد، لو مسجد بيتبنى ما تبنيهوش دلوقتي، روح وديه المستشفى، اولى وارعى. يمكن خليني اكمل الرساله بتاعت حضرتك، خليني بس اخد اتصال اخير من الاستاذ طارق. مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. حضرتك، انا من ضمن برضو العماله اللي هي غير منتظمه. تمام. محافظه ايه الاول؟ نعم، محافظه ايه؟ اسكندريه يا فندم. تمام.
وبعت برضو قبل كده لما اول ما نزلوا الموضوع اللي هو بتاع القرار ان العماله غير المنتظمه تمام يتصرف لها اللي هي ال 500 جنيه اللي قالوا عليهم مظبوط. بعت الرقم القومي وجات لي رساله ان اللي لم يستحق تمام. وانا على فكره انا لا ليا معاش. انت كنت بتشتغل ايه؟ انا اعمال حره، فانا مش شغال بتاع بلاط. اه جالك تحريات ولا لا؟ نعم جالك بتوع الوزاره تحروا عنك ولا لا؟ لا ما انا بعت الرساله اللي قالوا عليها يا فندم فقط. بس انت قدمت بس يعني؟ اه اللي هي الرساله جات لي بقى رساله ردت عليا ان انا لم استحق. طيب ابعت لنا بس الرقم القومي على صفحه دفتر احوال ايوه على الفيسبوك، وباذن الله هنتابع مع حضرتك وهنبلغك. ابعت لنا الاسم والرقم القومي بس قول لنا قبل ما تقفل الاول. ايوه فندم. اسكندريه عامله ايه في كورونا بالنسبه عن الحالات عندكم؟ كتير قوي متزايده والله يا فندم. في حالات يعني يعتبر برضو انا من ضمن يعني اخت مراتي جات لها كورونا وخفت الحمد لله يعني. الحمد لله. شايف ان المصريين شايف ان انتوا بتتعاملوا كويس مع كورونا بحرص ولا لا؟ طبعا يا فندم الواحد بيحرص طبعا. ربنا يسترها عليكم يا رب باذن الله. بشكرك لاتصالك. يا رب بشكرك لاتصالك. اخيرا وليس اخيرا بشكر طبعا المستشار الجليل محمد صادق المحامي بالنقد والاداريه العليا، وبفكر الناس برسالته، وبفكر نواب مجلس الشعب قبل الانعقاد، يعني هم لسه المجلس هينعقد في اولى جلساته في شهر واحد تقريبا. وجه رساله جميله للمستشار محمد صادق لكل رجال الاعمال في الدوائر، ساعدوا المستشفيات الحكومي، شيلوا من على عاتقها شويه عشان الناس، انابيب اكسجين، كمامات، كحول، ادويه، كل حد يقدر يعمل حاجه جه الوقت انه يعملها. بشكر كل مشاهدين برنامج دفتر احوال، وبقول لكم حلقاتنا في تواصل اسبوعي دائم. صفحه دفتر احوال موجوده على الفيسبوك دائما لارسال الشكاوي والاستغاثات والطلبات، موجودين معاكم دائما لحل المشاكل إلى أن تمر الأزمة على خير وتحفظ مصر بإذن الله. بشكركم في نهاية لقائي، بشكر المستشار محمد صادق، وبقول لكم تصبحوا على خير.